حكم شخص قال في نفسه أنه منزه ثم قال أنه عظيم، وفي آخر مرة قال أن عقله يساوي وزن الكون، ما حكم هذا القول؟ سمعتم قوله تعالى: ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. قال جل وعلا: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. اللي يزكي نفسه هذا دليل على خفة عقله وعلى نقصه، ما يجوز ذلك.